السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. هنكمل مكملين مع بعض في الباي إن شاء الله. هنشرح الليميتس. أول حاجة هو بيتكلم على ليميت، بيقول هناخد أول حاجة يعني إيه ليميت اللي هي الدهون، يعني ويعني إيه وإيه البايوميديكال إمبورتانس بتاعها، إيه الأهمية الطبية بتاعتها اللي خلينا ندرس الليميت والتقسيمات بتاعتها أو التصنيفات بتاعتها. التعريف بتاعت الليبيد هي organic substance relatively insoluble in water but soluble in organic solvent like chloroform, ether and benzene. They are ester of fatty acid or associated with this ester in nature. بقول لك ان هي مواد عضويه ما بتدوبش في الميه، طبعا عارفين ان الدهون ما بتدوبش في الميه. relatively يعني نسبيا، ان في بعض الدهون بتدوب بنسبه قليله، بتدوب في بعض المركبات السوائل العضوية زي البنزين وزي الإيثر وزي الكلوروفورم. بيقول لك إن الإستر ديت الدهون ديت بتبقى عبارة عن فاتي أسيد إستر، خدت الإسترات في الثانوي، هي عبارة عن فاتي أسيد أحماض دهنية، إستر من الأحماض الدهنية أو إستر من الأحماض الدهنية وأسوشيتد معاها، يعني حاجة تانية معاها إستر من الأحماض الدهنية زي ما هناخد دلوقتي كمان شوية، اللي هو زي الكحول مثلا وكده. بعد كده بيقول لك يا سيدي إيه بعد التعريف، بيقول لك إيه أهمية الليبيد دي، البايوميديكال إمبورتانس بتاعتها، إحنا بندرس ليبيد ليه؟ إيه اللي خلانا ندرسه وإحنا في طب؟ بقول لك يا سيدي ان الليبيد دي ده الاستورج فورم اوف انرجي، لما نحب نخزن طاقه في جسمك نخزنها على هيئه ليبيد، زي ما خدنا المره اللي فاتت ان الجلوكوز بنخزنه على هيئه جلايكوجين في الكبد والمصل، في الكبد والعضلات. هنا برضو بنخزن طاقه على هيئه دهون. ثاني حاجه الاستراكشرال كومبوننت اوف بايو ممبرين، بتكون الغشاء بتاع الاغشيه بتاع جسمك، الاغشيه اللي هو الممبرين وكده، بتبقى بتشتغل كثيرمال انسيوليتور، كعازل حراري عشان ما تفقدش حراره بسهوله. بتبقى موجود تحت جلدك كده طبقه من الدهون عشان تقلل من فقد الحراره عندك. بتشتغل كالكتريكال او الكتريك انسيوليتور، عازل في الاعصاب، المفروض ان العصب بيبقى موجود بالشكل ده كده، وفوقه طبقه من الدهون اسمها المايلين شيس، الطبقه الخضراء دي عشان تبقى عازل كهربي ليه، وعشان برضو تسمح له ان هو ينقل الاشارات العصبيه بسرعه كبيره. بتجيب الشيب اند كونتور اوف ذا بادي، بتدي الشكل والقوام بتاع الجسم، بتعمل بتثبت وبتحمي الاعضاء الداخليه بتاعت الجسم، لان هي بتكون زي مخده كده في حوالين اعضاء الجسم المختلفه، فبتحمي اعضاء الجسم وبتوفر لها وبتثبتها في مكانها. برضو ممكن تشتغل كسرفكتنت، السرفكتنت دي ماده بتبقى موجوده في الرئه عندك، بتمنع الرئه ان هي يحصل لها كولابس. الرئه عندك زيها زي البالونه كده، المفروض ان هي كل شويه بتتنفخ وتفضي، تتنفخ وتفضي، فبدل ما يحصل لها كولابس، بدل ما تلزق في بعضها كده لان فيها جزء من الميه، بيبقى في سيرفكتنت يمنع الكولابس ده، يمنع ان هي تلزق على بعضها من غير ما تفك. بتشتغل برضو ك ايموسيفاينج ايجنت و ك ديتورجنت، بتهلب ان ابزوربشن اوف سوليبل فات سوليبل فيتامين، بتساعدنا في امتصاص الفيتامينات اللي هي فات سوليبل اللي هي بتدوب في الدهون. في بعض الفيتامينات اللي هو اسمه اختصارهم الديك، اللي هو الاي والدي والاي والكي، دول ما بيدوبوش في الميه، فبالتالي عشان يمتصوا في الامعاء لازم يبقى فيه دهون تساعد على امتصاصهم. فالدهون وظيفتها من ضمن وظائفها ان هي بتساعد في امتصاص الفيتامينات دي. برضو ليها ميتابوليك ريجوليتور، بتنظم عملية التمثيل الغذائي في جسمك، زي مثلا الاستيرويد هرمون، هرمون الكورتيزون، هو عبارة عن هو بيبقى دهون يعني في معظم تركيبه، وده مسؤول عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي في جسمك. والبروستاجلاندين برضو نفس الكلام، برضو بيمبروف التيست والبلاتابيليتي اوف فود، بتحسن طعم الاكل ومذاقه وقابليته يعني ان انت تاكله.
بعد كده بعد الأهمية بتاعت الليبيد أو ليه إحنا بندرس ليبيد، بيتكلم على الكلاسيفيكيشن أوف ليبيد، التصنيف بتاع الليبيد. قال لك في سيمبل ليبيد وفي كومبلكس ليبيد وفي درايفد ليبيد. يعني إيه ده؟ قال لك إن سيمبل ليبيد دي يعني استر أوف فاتي أسيد بس، يعني أحماض دهنية، استرات من الأحماض الدهنية بس، ومعاها الكحول. الكحول كحول زي مثلا كحول الجليسرول اللي احنا خدناه قبل كده، اللي هو كان سي اتش 2 او اتش، سي اتش 2 او اتش، سي اتش او اتش، سي اتش 2 او اتش، ده الجليسرول المفروض ان هو بيمسك فيه استرات من الفاتي اسيد او الاحماض الدهنيه، بتمسك فيه كده فبتكون لي الدهون او الليبيد. ممكن يبقى كحول تاني غير الجليسرول طبعا، بس ده الشكل البسيط. السمبل الليبيد عباره عن كده بس، عباره عن كحول ومعاها استر من الفاتي اسيد. في شكل، في حاجه تاني من الليبيد غير السمبل الليبيد، في الكونجوجيتد ليبيد او الكومباوند ليبيد، ديت بتحتوي على مجموعات تانية غير الكحول وغير الفاتي أسيد، بيبقى فيها حاجات تانية ماسكة فيها بالإضافة للكحول والفاتي أسيد. يعني في غير كده، غير السيمبل والكونجيوجيتد، في درايفد ليبيد، ديت حاجات مشتقة من الليبيد لما كسرناها. احنا قلنا الليبيد إن هي الكحول مع ماسك فيها فاتي أسيد إستر، لكن الدرايفد ليبيد دي لما جينا كسرناهم حاجة واحدة بس منهم، زي مثلا الفاتي اسيد لوحدها كده، فدي درايفد ليميت. بعد كده بيقول لك ان السمبل ليميت، السمبل ليميت او الدهون البسيطة، زي ار استر اوف فاتي اسيد ويز فيريس الكحول، زي ما قلنا كده بتبقى عبارة عن كحول معاها فاتي اسيد استر. بيقول لك ان هو على حسب نوع الكحول ده، في نيوترال فات او اويل، في اللي هو الزيوت او الدهون العاديه، وفي واكسز اللي هي الشموع. لو الكحول ده اللي موجود في الدهون عباره عن جليسرول، فده هتدينا زيوت او دهون عاديه، نيوترال فات، الدهون العاديه، الدهون بتاعتنا اللي عارفينها دي. لكن لو الجليسرول، لو الكحول اللي موجود في الليبت حاجه تانية غير الجليسرول، اي كحول تاني، فده عباره عن، فده هيدينا الواكسز او الشمع. يعني بعد كده بنتكلم على بعد كده بنتكلم على الكومباوند ليبت. الكومباوند ليبت قلنا ان هي عباره عن سمبل ليبت عاديه، ضايفين عليها مجموعات تانية، يعني في برضو الكحول وفي برضو فاتي اسيد استر، بس ضفنا عليها حاجة تانية. زي ايه مثلا؟ زي الفوسفو ليبت، فاحنا معانا الليبت العادية وضفنا عليها فوسفيت. جلايكو سفينجو ليبت، ضفنا عليها جلايكو اللي هو الكربوهيدرات وضفنا عليها سفينجو. في اللايبو بروتين، ضفنا عليها بروتين، فدي كلها كومباوند ليبت. بعد كده في اللي هو الدرايفد ليميت، قلنا ديت الحاجات اللي بنشتقها من الليبيد او الدهون بعد ما نكسرها، زي الفاتي اسيد وزي الكوليسترول وزي الاستيرويد. بيقول لك ان هي كومباوند ويتش ار درايفد فروم ليبيد، يا اما حاجات احنا استخرجناها من الدهون، او هي بريكيرسر للليبيد. يعني ايه بريكيرسر؟ يعني مكون من مكونات الليبيد اللي بتخش في تركيب الليبيد. كيمستري اوف الكحول، المفروض ان قلنا الليبيد بيتكون من الكحول وفاتي اسيد استر. الكحول ده بيتكون من ايه؟ الكحول ده اللي بيكون الليبيد قلنا يا اما جليسترول اللي هو كان بيديني نيوترال فات او اويل، ويا اما حاجه تانية غير الجليسترول اللي هو كان بيديني واكسس. حاجه تانية غير الجليسترول اللي هو الهاي الكحولز، الهاير الكحول، الكحوليات اللي هي اعلى بقى من الجليسترول. الجليسترول ده ثلاثي بس، زي مثلا بس الجليسرول بيحتوي على 3 ذرات كربون بس، الهاير الكحول بتبقى بتحتوي على ذرات كربون اكتر.
بس بتحتوي على مجموعة او اتش واحدة وبتبقى موجودة في الواكس زي الاسفنجوزين مثلا وزي الكوليستيرون. ديت عبارة عن الكحول بتخش في تركيب الواكس، فلكن الفاتي الكحول اللي هي بتخش في تركيب الدهون، يا اما جليسرول يا اما اسفنجوزين. بعد كده يا سيدي بيقول لك ان ادي الجليسرول المركب الثلاثي اللي لسه رسمه لك من شويه، سي اتش 2 او اتش، سي اتش او اتش، سي اتش 2 او اتش، ده الجليسرول. بيقول لك ان هو تراي هيدريك الكحول، يعني بيحتوي على 3 مجموعات هيدروكسيل، و هذا بابيلار نيم جليسرين، اسمه الثاني غير الجليسرول اسمه جليسرين. بيقول لك ان هو بيصنع في جسمنا من الجلوكوز، ممكن زي ما احنا اخذنا تركيب الجلوكوز قبل كده بيتكون من 6 ذرات كربون، اولها سي اتش 2 ولا اولها سي اتش او، وبعد كده سي اتش او اتش، وبعد كده سي اتش او اتش، وبعد كده سي اتش او اتش، والاخيره اللي هو السي اتش 2 او اتش. فاحنا ممكن نكسر الجلوكوز ونطلع منه جليسرول في تفاعل كده جوه جسمنا، هتبقى تاخدوه بعدين. بيقول لك يا سيدي ان الـ الخصائص بتاعت الجليسرول دي، الخصائص بتاعت الجليسرول ان هو كلرليس يعني ملوش لون، بيبقى اويلي، بيبقى مدهن كده او زيتي كده، وليه طعم سويتي، ليه طعم كويس او مسكر. لو عملنا له استراتيفيكيشن ويز فاتي اسيد، لو جبنا الكحول ومسكنا فيه فاتي اسيد، لو جبنا الكحول كده اعتبر ده الكحول ومسكنا فيه فاتي اسيد، ممكن يدينا مونو جليسرايد. لو ركبنا فيه استر واحده بس من الفاتي اسيد اللي هي دي، يبقى الاثنين مع بعضهم يبقى الكحول كده مع الفاتي اسيد استر، اسمه مونو جليسرول او مونو جليسرايد. لا طيب لو جبنا الكحول كده وركبنا معاه 2 فاتي اسيد، يبقى ده 2 استر من الفاتي اسيد يعني، يبقى ده اسمه دايجليسرايد او دايجليسرول. طيب لو جبنا 3 هيبقى اسمه ترايجليسرايد او ترايجليسرول، وده الشهير، ده اشهر حاجه يعني، التانيين مش مشهورين قوي. بعد كده بنتكلم على الأهمية بتاعة الجليسرول. إيه الأهمية بتاعة الجليسرول يا سيدي؟ إن هو كومباين ويز 3 مولكيول أوف نيتريك أسيد تو فورم تراي نيتروجليسرين، اللي هو اكسبالسيف وفاز دايليتور. الجليسرول ده بيرتبط ب3 جزيئات من مادة اسمها النيتروك أوكسيد اللي هي الـ NO، فبيكون لي مركب اسمه ال NO اللي هو النيتريك اوكسيد، فبيكون لي مركب اسمه تراي نيتروجليسرين. ده اكسبالسيف، حاجه بيتستخدم في المتفجرات وكده، وفازودايليتور، فازودايليتور يعني بيوسع الاوعيه الدمويه، بالشكل ده كده، فلو جه عليها التراي نيتروجليسرين بيوسعها بيخليها كده. الجليسرول بيبقى هايجروسكوبيك يعني بيمتص الميه، عشان كده احنا بنستخدمه لما نعوز نقلل البرين اديما، لو في اديما في دماغنا، لو في مليانه ميه يعني وكده، ورمه، بس الورم ده فيه نسبه ميه كتير، او جلوكوما، ضغط عينك عالي، جلوكوما دي اللي هي الميه الزرقاء اللي هو ضغط السائل في عينك عالي، فاحنا عايزين مادة هايجروسكوبيك يعني مادة بتمتص المية، فبنستخدم الجليسرول. الجليسرول كان فورم جلوكوز انسايد اور بوديز، ممكن نستخدمه في ان احنا نصنع منه جلوكوز، يبقى هو احنا ممكن نجيبه من الجلوكوز وممكن نصنع منه جلوكوز برضو. بيخش في الترايجليسرايد. بعد كده انتر ان مانيوفاكشرنج اوف كريم اند لوشن، بيخش في تصنيع الكريمات والغسول يعني بتاع الوش وكده، فور دراي اور رف سكين، للبشره بتاعتك الخشنه او الناشفه. جليسرول از يوزد از الوكال لاكزيتيف، ممكن نستخدمه كملين لو حد عنده امساك او كده، كونستبيشن يعني امساك. بقول لك بعد كده ان كده خلصنا الجليسرول، الاهميه بتاعته والخصائص بتاعته. بعد كده عندنا كحول تاني اسمه الاسفنجوزين.
الستيك جوزين ده هايدريك، يعني فيه اتنين هيدروكسيل بس، موجود في الاستنجوليبيد. الاستنجوليبيد دي نوع من انواع الكومباوند ليبيد زي ما قلنا، بيتصنع في جسمنا من السيرين والبالميتيك اسيد، دول اتنين احماض دهنيه او فاتي اسيد بنستخدمهم في تصنيع الاستنجوزين. بعد كده بيقول لك ان الكيمستري اوف كده، خلصنا الكيمستري اوف الكحول، خدنا الجليسرول بالتفصيل شويه، وبعد كده كلمتين عن الاستنجوزين. بعد كده بنتكلم على الكيمستري او الكيمياء بتاعه الفاتي اسيد، بما اننا خدنا الكحول ناخد الاسيد بقى. سالين من شويه ان الدهون عباره عن الكحول وماسك فيها فاتي اسيد، احنا خدنا الكحول فبناخد دلوقتي الفاتي اسيد. تركيب الفاتي اسيد دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن اورجانيك اسيد، احماض عضويه بتتكون ذات كونتيننج 1 كربوكسيل جروب على مجموعه كربوكسيل اللي هي السي او او اتش، في نهايه من نهايتها هي عباره عن سلسله طويله كده، في نهايه من نهايتها المجموعه دي، وفي النهايه الثانيه مجموعه الميثايل جروب اللي هو السي اتش 3. بقول لك في النهايه الثانيه، لا الثانيه يعني، وفي النص هنا سلسله من الكربون العاديه اللي هتلاقي سي اتش سي اتش او اتش سي اتش او اتش مش عارف ايه الكلام ده، زي المركبات العضويه اللي كنت بتاخدها في الكيمياء العضويه. بقول لك زي ار مينلي بريزنت از استر ان نيوترال فات، الاحماض الفاتي اسيد دي بتبقى موجوده كاسترات في الدهون او في الزيوت، وبرده في بعض الفري فاتي اسيد كده، فاتي اسيد فكه لوحدها كده مش ماسكه كله عامله دهون، بتبقى موجوده في البلازما بتاعتك في دمك. الكيمستري اوف فاتي اسيد، الكيمياء بتاعت الفاتي اسيد، الفاتي اسيد قلنا ان هي بتبقى سلسله طويله من الهيدروكربون، سلسله طويله من ذرات الكربون كده، على ناحيه ميثايل جروب، وعلى الناحيه الثانيه مجموعه السي او او اتش. بيقول لك ان هي الفاتي اسيد ديت بيبقى الفاتيك مونو كربوكسيليك اورجانيك اسيد، يعني الفاتيك يعني دهنيه او شحميه، بتحتوي على مونو يعني احادي او واحد، بتحتوي على مجموعه كربوكسيل واحده. الفورمولا بتاعها اللي هو الار سي او اتش، الار دي بترمز ل اللي هو الهيدروكربون تشين، السلسله طويله من ذرات الكربون اللي ماسك فيها اتش او اتش وكده، والسي او اتش دي اللي هو الكربوكسيل جروب اللي هي الفانكشنال جروب اللي موجوده في الفاتي اسيد. فادي شكل مثلا فاتي اسيد، ادي مجموعه بصايل على طرف، وادي الهيدروكربون اهي، وادي في الاخر السي او اتش مجموعه الكربوكسيل. بقول لك ان الفاتي اسيد ديت بتبقى انكلودد ان جروب اوف درايفد ليبيد، قلنا درايفد ليبيد اللي هي مشتقه من الليبيد بعد ما كسرناها، لو جينا كسرناها هنطلع الفاتي اسيد. الموست كومن كومبوننت اوف ليبيد از ذا بودي، اشهر مكون من مكونات الليبيد في جسمنا هو الفاتي اسيد. بتبقى جنرالي كده عامه يعني موجوده في استر لينكج ان ديفرنت كلاس اوف ليبيد، موجوده في شكل استرات. ان ذا هيومن بودي فري فاتي اسيد ار فورمد اونلي ديورنج ميتابوليزم، في جسمنا او في الانسان يعني الفاتي اسيد ما هياش موجوده كده بشكل فري، لا هي بتبقى موجوده بشكل فري بس لما نعمل ميتابوليزم، لما نيجي نكسر طعام ونبني طعام والكلام ده في عمليه تمثيل غذائي يعني، لكن هو مش موجود بشكل فري كده، هو دايما مرتبط مع كحول ومكون لي ليبيد او مكون لي اويل يعني او نيوترال فات. الكلاسيفيكيشن بتاعت الفاتي اسيد، التصميم بتاعها قال لك احنا بنصنفها على كذا حاجه، في اكوردنج تو التوتال نمبر اوف كربون اتوم على حسب عدد ذرات الكربون اللي فيها، وفي على حسب طول الهيدروكربون، السلسله بتاعت ذرات الكربون دي طويله ولا قصيره، وفي على حسب النيتشر بتاعت الهيدروكربون، الطبيعه بتاعت الهيدروكربون تشين.
فقال لك ان على حسب النمبر اوف كربون اتوم، على حسب عدد ذرات الكربون، في حاجه اسمها ايفن تشين، في حاجه اسمها اود تشين. ايفن تشين يعني عدد ذرات الكربون اللي فيها عدد زوجي، سواء 2 4 6 او وهكذا. الاود تشين عدد ذرات الكربون اللي فيها فردي، زي 3 و5 و7 و9 و11 وهكذا. الايفن تشين ديت بتبقى موجوده في معظم الفاتي اسيد. الاود تشين بتبقى موجوده في الفاتي اسيد اللي هي في البكتيريا والفيروسات والكلام ده، في السلول بتاعها، في الغشاء اللي بخبطها، وبتبقى موجوده في اللبن برضه. برضه بنقسمها على حسب طول الهيدروكربون، السلسلة الكربون اللي فيها، لشورت تشين بتبقى سلسلة قصيرة بتتكون من ذرتين لست ذرات من الكربون بس، أو ميديم تشين متوسطة بتتكون من 8 ل 14 ذرة من ذرات الكربون، أو لونج تشين طويلة من 16 ل 22 ذرة من ذرات الكربون، أو فيري لونج بقى عالي بقى أكتر من 24، 24 أو أكتر. برضه بنقسمها على حسب النيتشر اوف هيدروكربون تشين، وده بقى المهم. كل الكلام اللي كان في الاول ده كان يعني يعتبر مقدمات، ما هوش حاجه اساسيه. من هنا بقى بدايه الشغل الحقيقي، او بدايه الاهميه بتاعه المحاضره، وده اللي هنركز عليه ونركز في كل حاجه هنقولها المثال بتاعه، لان الدكتور لما سال في اخر المحاضره سال على المثال بتاعه، لما بقول لك حاجه اسمها فاتي اسيد زي كذا، حاجه اسمها ماشي برانش فاتي اسيد زي كذا وهكذا. فبقول لك ان احنا بنقسمها على حسب طبيعه الهيدروكربون، سلسله الكربون دي بنقسمها لساتوريتد فاتي اسيد. يعني ايه ساتوريتد فاتي اسيد؟ يعني سلسله الكربون كل الرابط اللي بينها وبين بعض فرديه، ما فيهاش ولا دبل بوند، ما فيش رابطه زوجيه في اي في على مدار السلسله. زي ايه عشان الناس تبقى متخيله؟ بس هجيب لكم مثال. شايف مثلا الشكل ده كده، ادي الهيدروكربون مثلا، كلها روابط احاديه، ما عدا في هنا مثلا رابطه ثنائيه، وهنا مثلا في رابطه ثنائيه او دبل بوند. فده كده انساتيوريتد، يعني غير الساتيوريتد ده الهيدروكربون على طولها كده، كلها الرابطه اللي بينها وبين اللي جنبها احاديه، كلها ما فيهاش ولا واحد دبل بوند، اللي هي اسمها المشبعه، الاحماض المشبعه، ساتوريتد يعني مشبع، ما فيهاش دبل بوند. الفورمولا بتاعتها جنرال كده، سي اتش 3 زي ما قلنا مسيل على الطرف، سي اتش 2 الكل ان، اللي هو سي اتش 2 بقى على حسب العدد اللي معاك، عدد ذرات الكربون اللي موجوده في البتاع، وعلى الطرف الثاني اللي هو مجموعة الكربوكسيل اللي هو الـ COH. على حسب أمثلة على الساتوريتد فاتي أسيد، ونركز على الأمثلة دي لأن الأسئلة بتيجي عليها، زي الأسيتيك أسيد، حمض الأستيك، الأستيتيك زي ما خدت في الكيمياء، البيوتريك أسيد اللي هو أعلى شوية منه، البالميتيك أسيد، الستيريك أسيد. الثلاثة دول أو الأربعة دول أمثلة على الساتوريتد فاتي أسيد، وخد بالك لما أجي أقول لك أمثلة على الساتوريتد فاتي أسيد تقول لي كذا، خد بالك من دي. بقول لك زي ار نيمد باي ادينج ذا سافكس انوك افتر ذا هيدروكربون. طبعا احنا بنجيب بنكتب الهيدروكربون، سلسلة الكربون بيبقى لها عدد معين، يعني في واحدة متكونة من 15 ذرة، من 16 ذرة كربون، من 4 ذرات. زي ما كنت خدت في الثانويه كده، السداسي مثلا هيكسا، ديكا وهكذا. فاحنا بنسمي المركب على نفس الصيغه دي، وبنضيف عليه نويك في الاخر. فمثلا لو عندنا البالميتيك اسيد ده بيتكون من 16 ذره كربون، تمام؟ فهنسميه هيكسا ديكا، هيكسا يعني 6 وديكا يعني 10، يبقى 16 كده، هيكسا ديكا نويك. نويك بقى اللي هو بترمز ل ان هو ساتوريتد فاتي اسيد، تمام؟ بقول لك التو كربون ذا تو كربون اسيتيك اسيد اند 4 كربون بيوتريك اسيد ار امبورتنت ميتابوليك انترميديت. الاسيتيك اسيد او حمض الاسيتيك بتكون من اتنين في ذرتين كربون بس، والبيوتريك في 4. فبقول لك ان دول انترميديت، يعني مركبات وسطيه مهمه في الجسم. وقلنا يعني ايه مركبات وسطيه؟
التفاعل عندنا بيبقى على كذا خطوه، على 10 خطوات 15 خطوه، ففي مركبات بتظهر في الخطوات اللي في النص، بتظهر وتختفي، اسمها الانترميديتس، فهو من ضمنها الاساتيك اسيد والبيوتريك اسيد. البلماتيك اسيد لسه مسمينه بالهكسا ديكانويك اسيد، فاحنا بنضيف المقطع نويك في اخر الاسم يعني بتاع في الساتوريتد فاتي اسيد. البلماتيك اسيد والستيريك اسيد، البلماتيك اسيد بتكون من 16 ذات كربون والستيريك اسيد بتكون من 18 ذات كربون، دول الموست اباندنت ان بودي فات، دول اكتر فاتي اسيد موجوده في جسمنا. تمام. الانساتوريتد فاتي اسيد يعني ايه انساتوريتد؟ يعني غير مشبعه، يعني بتحتوي على دبل بوند فيها روابط ثنائيه في الهيدروكربون بتاعتها. بقول لك ان هي هاف وان اور مور دبل بوند في التشين، زي ده مثلا عنده ادي دبل بوند اهي. بقول لك زي ار نيمد باي ادينج سافكس انويك، الثانيه كانت نويك بس لكن هنا انويك، بنضيف المقطع انويك بعد السيستميك نيم الاسم العادي. يعني مثلا زي حمض اسمه الاوليك اسيد، الاوليك اسيد ده عباره عن 18 كربونه، لو هنسميه سيستماتيك هنسميه اوكتا، مش اوكتا يعني كانت 8، اوكتا ديكا انويك، فاسمه اوكتا ديكا نويك، كاسم كده على بعضه، فانويك اللي في الاخر دي بتعرفنا ان هو انساتوريتد فاتي اسيد. الكربون اتوم اوف فاتي اسيد ار نمبرد از كاونتنج، احنا لما نيجي نعد عدد ذرات الكربون في الكربون، عدد يعني لو معانا مثلا فاتي اسيد بالشكل ده وعايزين نعد الكربون، هنبدا من هنا ولا هنبدا من هنا ولا هنبدا منين؟ قال لك في كذا طريقه للعد، في ثلاث طرق للعد. اعتبر هنا مجموعه سي او او اتش، وهنا مجموعه سي اتش 3. تمام؟ قال لك في ثلاث طرق للعد. اول حاجه ان انت تبدا من مجموعه الكربوكسيل دي وتبدا بيها ان هي واحد، فدي تبقى سي واحد سي اتنين سي تلاته وهكذا لحد ما توصل للاخر. قال لك في طريقه تانيه ان انت تسيب اول مجموعه، مجموعه الكربوكسيل دي، وتبدا من اللي بعدها، من اول هنا من دي تبقى الفا، اللي بعدها بيتا، اللي بعدها جاما، اللي بعدها دلتا، اللي بعدها ابسلون، وهكذا، وتفضل ماشي بالعدد كده. في طريقه تالته غير دي ودي، ان انت تجيب من اول الميثايل دي، من اول مجموعه الميثايل، وتسميها اوميجا واحد، واللي بعدها اوميجا اتنين، وهكذا بقى لحد ما توصل لورا خالص. فدول الثلاث طرق ان احنا نعد ذره الكربون في ذره الكربون في الفاتي اسيد. عايزين امثله على الانساتوريتد فاتي اسيد. قلنا هنا الاوليك اسيد، وهناخد كمان شويه امثله عليهم. لو عايزين نعرف البوزيشن او مكان الدبل بوند فين بالظبط، الموست كومنلي يوزد سيستم فور ديزاينيشن ذا بوزيشن اوف دبل بوند ان انساتوريتد اسيد، اكتر حاجه مشهوره عشان نحدد الدبل بوند موجوده فين في الفاتي اسيد، نكتبها كده كصيغه بحيث اللي يقرا الصيغه يعرف هي موجوده فين. في حاجه اسمها دلتا نمبرنج سيستم، نظام دلتا في العد، زي البلمتويك اسيد مثلا. البلمتويك اسيد هنيجي نكتبه سي 16 1 دلتا 9، احنا كده عرفنا ان هو سي 16 بيتكون من 16 ذره كربون، 1 1 دي ترمز ان هو في دبل بوند واحد واحده بس، دلتا 9 يعني الدبل بوند دي موجوده عند بين ذره الكربون رقم 9 وذره الكربون رقم 10. فده مثال من امثله ان احنا بنتعرف على نتعرف على الدبل بوند مكانها فين في الفاتي اسيد. هنروح كاتبين عدد ذرات الكربون في الاول، وبعده عدد الدبل بوند، وبعده دلتا الرقم اللي هو موجود عندها الدبل بوند. في برضه في غير الدلتا سيستم، في حاجه اسمها الاوميجا سيستم. الاوميجا سيستم ده زي مثال مثلا البالميتوليك اسيد ده ميبي ريتن نكتبه سي 16 1 اوميجا 7، فهو بيحتوي على 16 ذره كربون، بيحتوي على واحد دبل بوند. الدبل بوند دي موجوده عند الاوميجا 7. في فرق بين الاوميجا والدلتا، الاوميجا 7 ديت اللي هو لو بدانا من عند مجموعه الميثايل، تمام، لكن الدلتا لو بدأنا من عند مجموعة الكربوكسيل.
الناس تبقى لسه، احنا لسه قايلين في العد من هنا من شويه ان احنا في 3 انظمه للعد، في بنبدا من عند مجموعه الكربوكسيل، وبنبدا من عند مجموعه الميثايل، وفي واحده بنسيب مجموعه الكربوكسيل ونقدم اللي بعدها على طول. فدلتا دي لو بدانا من عند مجموعه الكربوكسيل، واوميجا لو بدانا من عند مجموعه الميثايل. ففي فرق يعني في الكتاب. ادي امثله على البولي انساتوريتد فاتي اسيد، او اسمها الشهير البوفا، وحاجه مشهوره جدا كلمه بوفا دي اختصار عالمي يعني. واخد بالك من الامثله بتاعت كل حاجه، سائلين امثله على الساتوريتد فاتي اسيد زي الاسيتيك اسيد والبيتريك اسيد. الامثله هنا على الانساتوريتد فاتي اسيد او البولي انساتوريتد فاتي اسيد، في اللينوليك اسيد ده بيحتوي على 2 دبل بوند، في 2 دبل بوند. انا مش عايزك تحفظ الصيغه الكيميائيه، انا عايزك تحفظ الامثله بس على البولي انساتوريتد فاتي اسيد وكل واحد فيه كام دبل بوند. اللينوليك فاتي اسيد فيه 2 دبل بوند، اللينك فاتي اسيد فيه 3 دبل بوند، الاراكيدونيك اسيد فيه 4 دبل بوند. بس انا مش عايزك تحفظ غير كده. ادي الفات او الفاتي اسيد، قلنا فيه ساتوريتد فات ده بتبقى موجوده في الانيمال فات، في الدهون الحيوانيه، في البطر، في الزبده، في اللارد. في برضه ان ساتوريتد فاتي اسيد اللي غير مشبعه، في مونو ان ساتوريتد فاتي اسيد احاديه زي الاوميجا 9 اللي موجوده في الاوليك اسيد، وفي بولي ان ساتوريتد فاتي اسيد لا ده هي في اكتر من دبل بوند، مش دبل بوند واحده، زي الاوميجا 3 والاوميجا 6. كلنا نسمع الاوميجا 3 والاوميجا 6 زي ايه؟ زي الالفا لينولينيك اسيد، وزي الديكوزا هيكس نويك اسيد، وزي الايكوزا بنتويك اسيد. في اوميجا 6 برضو زي اللينوليك اسيد، وزي الجاما لينولينيك اسيد، وزي الاراكيدونيك اسيد. بعد كده بيقول لك ان الانساتوريتد فاتي اسيد دي شبه الساتوريتد فاتي اسيد في تفاعل بتاع مجموعه الكربوكسيل مع باقي المركبات يعني، بس بتختلف ان هي بتظهر الخصائص بتاعه الدبل بوند. باختصار يا شباب، الدبل بوند المفروض ان ذره الكربون رباعيه تكافؤ، ماسكه في اللي جنب، ماسكه في 4 جرات، في 4 ذرات جنبها، في 4 ذرات مختلفه. الدبل بوند بقى فكرتها ان هي ماسكه في 3 بس، ماسكه في 3 حاجات بس زي كده، والرابطه الرابعه تمسك في مجموعه الكربون اللي جنبها في دبل بوند، بدل ما تمسك بربطه احاديه في مجموعه الكربون اللي جنبها تمسك بربطه ثنائيه. طيب طب ده ممكن نستفاد بايه؟ ممكن يا سيدي الانساتوريتد فاتي اسيد دي اللي هي غير مشبعه دي بيضيف عليها H2 هيدروجين يكسر لي الرابطه دي ويديني واحده هيدروجين تمسك هنا، واحده هيدروجين تمسك هنا، وكده حولنا الانساتوريتد فاتي اسيد ل ساتوريتد فاتي اسيد. تمام، بقول لك البولي انساتوريتد فاتي اسيد او البوفا دي موجوده في شكلين، شكل اسمه سيس وشكل اسمه ترانز. تمام، هناخدهم دلوقتي في الصوره عشان تبقى الناس متخيله، او نقولهم على الصوره يعني احسن. ادي السيس وادي الترانز، ادي الدبل بوند، ادي لو قلنا مثلا ان ده الهيدروكربون، وادي الدبل بوند موجوده في الحته دي. لو الباقي الدبل بوند ماشي في نفس الاتجاه اللي قبلها، في نفس الاتجاه في السيم دايركشن، ده اسمه سيس فورم. لو ماشي في عكس الاتجاه فده اسمه ترانس فورم. بس معلومه يعني اعرفها دلوقتي عشان ما تبقاش متلخبط. بيقول لك ان البولي انساتوريت فاتي اسيد او البوفا دي موجوده في شكلين اللي هو السيس والترانز. الدبل بوند الناتشرالي اكرينج فاتي اسيد ان مامز ار اولويز ان سيس فورم، في معظم الثدييات البوفا بتبقى موجوده في شكل سيس، ما بتبقاش موجوده في شكل ترانس. ترانس ده قليله او مش موجوده. السيس فورم ده مين؟ ذات الجروب ار اون ذا سيم سايد، المجموعات على نفس الاتجاه زي ما لسه موريك كده، والترانس بتبقى على اتجاه مختلف. الترانس فاتي اسيد ده بتبقى موجوده في بعض الاطعمه زي الزيوت المهدرجه اللي هو الهيدروجينيشن اوف اويل، الزيوت المهدرجه عشان نصنع المارجرين.
وادي الشكل سيس وترانس اللي اتكلمنا عليه. ايه الكلينيكال سيجنيفيكانس، الاهميه بتاعت البوفا دي اللي احنا بنتكلم عليها؟ البوفا دي يا سيدي هي عباره عن اسينشال فاتي اسيد. يعني ايه اسينشال فاتي اسيد؟ يعني فاتي اسيد جسمك ما يقدرش يصنعها، هو الفاتي اسيد جسمي يقدر يصنعها. يا سيدي في فاتي اسيد جسمك يقدر يصنعها من حاجات مختلفه، لكن في اسينشال فاتي اسيد جسمك ما يقدرش يصنعها، فلازم تاكلها من بره. لو ما اكلتهاش من بره هيحصل لك نقص فيها وهيترتب عليه مشاكل. فهي بتبقى اسينشال فاتي اسيد البوفا دي. اللينوليك واللينولينيك اسيد كانوت بي سينثيسايزد ان ذا بودي، نفس الكلام باي ذا بودي، نفس الكلام، هم دول من امثله البوفا. تاني حاجه فلازم يبقوا موجودين في الطعام برضو. الاراكيدونيك اسيد كان بي سينثيسايزد ان ذا بودي اف ذا اسينشال فاتي اسيد ار سبلايد ان ذا دايت. اللينولينيك واللينوليك مش هيتصنعوا في الجسم باي طريقه من الطرق، لكن الاراكيدونيك اسيد ده لو قدرنا نوفر له الفاتي اسيد اللي بتكونه ممكن نكون الاراكيدونيك اسيد. البولي انساتوريت فاتي اسيد ممكن تبقى موجوده في شكل الاوميجا 3، ممكن تبقى موجوده في شكل الاوميجا 6. الاوميجا 3 زي اللينك، والاوميجا 6 زي اللينوليك وزي الاراكيدونيك. اللي بعد كده الايكوزانويد او الايكوزا، ايكوزا يعني 20، يعني في 20 كربون اتوم او 20 ذره كربون. برضو من ضمن الاهميه بتاعه البوفا ان هي بتخش في تركيب الايكوزانويد. الايكوزانويد دول زي البروستاجلاندين، البروستانويد اللي هو البروستاجلاندين والبروستاساكرين والثرومبوكسان والليكوتراين واللايبوكسينز، دي كلها شباب مواد للالتهاب. لما يحصل في منطقه في جسمك فيها التهاب المواد دي بتتفرز. المواد دي فكرتها ان هي بتعمل فازو دايليتيشن، بتوسع الاوعيه الدمويه، وبتعمل سكيليتال مصر ريلاكسيشن، بتعمل ارتخاء للعضلات اللي موجوده في جدار الاوعيه الدمويه، وبتزود البرميابيليتي، بتزود الرشح من الاوعيه الدمويه دي عشان الالتهاب يحصل وجسمك يبدا يدافع عن المنطقه الملتهبه دي. فدي فكره الايكوزانويد. بعد كده في الكلينيكال سيجنيفيكانس، ما احنا لسه قايلينها. الكلينيكال سيجنيفيكانس كررها تاني بتاعت البوفا، ان هي اسينشال عشان الجروس، عشان النمو بتاعتك، اساسيه عشان النمو والديفلوبمنت، التطور بتاعك. بتخش في تركيب الخلايا والعضويات بتاعت الخليه والسب سيلولار ميمبرينز والميمبرين الغشاء اللي بيحوط الخليه. اند ار اسينشال فور زير فلويديتي اند انتجريتي، ان هي تحافظ على القوام بتاعها ثابت كده وان هي تخليه فلويد. الفات ده مهمه ليه؟ بقول لك ان زي ترانسبورت كوليسترول ان بلاد وذ لايبوبروتين سو بريفنت اند يوزد فور تريتمنت اوف اثيروسكليروسيس. البوفا دي البولي انساتوريد فاتي اسيد بتنقل الكوليسترول من دمك مع اللايبوبروتين، بتنقله للكبد عشان نتخلص منه، عشان كده بتمنع تصلب الشرايين او الاثيروسكليروسيس، وبتستخدم برضه في العلاج منه. بقول لك زي ار وان اوف ذا لايبوتروبيك فاكتور بريفنتنج فاتي ليفر. لايبوتروبيك فاكتور يعني العوامل اللي بتقلل تركيز الدهون في جسمك. فالبوفا دي واحده من العوامل ديت اللي بتمنع الكبد الدهني. زي بروتكت اجينست انجينا، بتحمي من الذبحه الصدريه. بيكون زي ريديوس سيرم ترايجلسرايد، بتقلل السيرم ترايجلسرايد في دمك، بتقلل التندنسي فور ثرومبوزز، بتقلل احتماليه الجلطات. زي هاف امبورتنت رول ان بلاد كلوتنج، ليها دور مهم في تكوين الجلطه. زي ار اسينشال فور هيلثي ريتينا اند جود فيجن، مهمه برضو لان الريتينا تبقى هيلثي، تبقى صحيه، وتبقى والرؤيه عندك تبقى كويسه. الاراكيدونيك اسيد اللي هو بيتكون من 20 ذره كربون، ده البريكرسر او المكون الاساسي او المكون البدائي اللي بيتصنع منه مواد مهمه جوه جسمك. زي الايكوزانويد اللي احنا سائلين بنستخدم فيه الالتهابات، والبروستاجلاندين والبروستاساكلين. زي ار اسينشال فور سكين انتجريتي، المحافظه على الجلد بتاعك كامل كده ما فيهوش تشققات. والديفيشنس بتاعها او النقص بتاع البوفا ديت بتعمل درماتيتس في الاطفال، بتعمل التهاب في الجلد. بعد كده بنتكلم على الخصائص بتاعه
الاطراز بقى ده احنا كده خدنا البوفا واتكلمنا عليها بشكل من التفصيل، وقلنا ان معظم الدهون موجوده في جسمك في شكل سيس، الترانس ده موجوده بنسبه قليله خالص، ولكن الترانس فاتي اسيد ديت مين ذات الجروب ار ات دبل بوند اون ذا اوبزيت سايد، عند الدبل بوند باقي السلسله بتبقى موجوده على اتجاهين مختلفين. They are present in hydrogenated oil في الزيوت المهدرجه. Oil containing bova also have a high content of trans fatty acid. الحاجات الزيوت اللي بتحتوي على بوفا برضو بتحتوي على الترانس فاتي اسيد. يعني بقول لك هي بتبقى موجوده في الطعام اللي هو الوجبات السريعه والحاجات المقليه والفاست فود والكلام اللي احنا بنجيبه من الدكاكين من بره دي. لا عشان طب بيبقى موجود ليه؟ بيبقى موجود لان الكلام ده كله بيستخدمه الزيوت النباتيه المهدرجه زي نبات الذره كده والكلام ده، فبيستخدموش الدهون الحيوانيه. بيقول لك they are used in food industry as they increase the shelf life of fried food. بنستخدمها في المنتجات الصناعيه اللي هو الاكل الصناعي، يعني زي الشيبسي والحاجات دي، عشان هي بتطول العمر بتاعت الاكل المحفوظ ده. على العموم يعني الترانس ده بتبقى مضره لجسمك ومضره لصحتك، وبتحمل ريسك فاكتور كتير، ليها مالتيبل ريسك فاكتور، يعني بتخليك عرضه لحاجات كتير، زي ان هي بتخليك عرضه للهايبر كوليستيريميا، بتزود نسبه الكوليسترول في دمك، عرضه للاثيروسكلروزيس، تصلب الشرايين، الاسكيميك هارت ديزيز، الجلطات القلبيه، الانسولين ريزيستنس اللي هو والديابيتس، الانسولين ريزيستنس اللي هو مقاومه الانسولين اللي هو السكر، والديابيتس اللي هو السكر برضو، والكانسر اللي هو السرطان. الخصائص بتاعت الفاتي اسيد، في خصائص فيزيكال وفي خصائص كيميكال. الفيزيكال بروبرتي اول حاجه الميلتنج بوينت او النقطه اللي بيحصل عندها ميلتنج، يعني بتبدا الدهون دي تسيح. بقول لك الشورت والميديم تشين، السلاسل الطويله والمتوسطه من الفاتي اسيد بتبقى ليكويد، بتبقى اصلا سوائل، لكن اللونج تشين هي اللي بتبقى سوليد، بتبقى كتله ماسكه نفسها كده. فبيقول لك ان الان ساتوريتد فاتي اسيد هاف لور ميلتنج بوينت كومبيرد تو ساتوريتد فاتي اسيد وذ سيم تشين. لو احنا عندنا نفس الطول من التشين، نفس السلسله، واحده ان ساتوريتد واحده ساتوريتد، فالان ساتوريتد هيبقى لها لور ميلتنج بوينت، بتدوب عند درجه اقل. يعني مثلا لو قلنا ان اللي فوق دي الان ساتوريتد، فهتلاقيها مثلا بتدوب عند درجه 35، مع انها نفس الطول مع الساتوريتد، والساتوريتد عشان تدوب مثلا محتاجه درجه 40. تاني حاجه السوليبيليتي في الووتر او الذوبان في الماء، السوليبيليتي ديكريز از ذا تشين اوف فاتي اسيد بيكيم لونجر، كل ما السلسله تطول كل ما درجه الذوبان بتقل، فبيبدا ما يدوبش في الميه اكتر. السوليبيليتي ان ووتر ديكريز وايل ميلتنج اند بويلنج بوينت انكريز، كل ما تطول السلسله درجه الذوبان في الماء بتقل، لكن درجه الغليان ودرجه الذوبان بتبدا تزيد، بيبقى محتاج يعني درجه حراره اعلى عشان يبدا يدوب. بعد كده بنتكلم على الكيميكال بروبرتيز، خلصنا الفيزيكال، بنتكلم على الكيميكال بروبرتيز. قلنا ان هو عباره عن الفاتي اسيد، ممكن من الكيميكال بروبرتيز بتاعته ان هو يعمل لنا استر، يكون لنا استر. ممكن تكون استر ازاي؟ عن طريق ممكن تكون لي مونو او داي او تراي استر، استر ثلاثي او احادي او ثنائي، عن طريق ان هي تتفاعل مع الكحول اللي استخدمته في اول المحاضره، ان الفات عباره اصلا عن الكحول وماسك فيه فاتي اسيد استر، فممكن الفاتي اسيد ديت تكون استر وتمسك مع الكحول وتكون لي نيوترال فات او دهون. ده من ضمن الخصائص الكيميائيه بتاعته. يعني بعد كده ممكن تكون لي املاح عن طريق ان هي تتفاعل مع القلويات to form the corresponding salt، تكون لي الفاتي اسيد ديت تبدا تتفاعل مع القلويات عشان تكون لي الملح.
او الصوب اللي هو الصابون. زي التالي مثلا الصوديوم او البوتاسيوم سولت اوف لونج تشين فاتي اسيد ار كولد سوب. لو جبنا املاح بوتاسيوم او املاح صوديوم مع سلسله طويله من الفاتي اسيد هيكونوا لي صابون. وفي برضو صابون الكالسيوم وصابون المغنيسيوم بيبقى انسولابول ما بيدوبش. صابون الكالسيوم ده هو اللي بيخش في صناعه الجريز او الشحم. السولت فورميشن من ضمن الخصائص الكيميائيه التانيه بتاعته الريدكشن او الاختزال، ولكن الفاتي اسيد ده لو اختزلناه يعني اختزلناه زي ما خدنا في الكيمياء في ثالثه ثانوي، اختزلناه يعني شلنا منه H2، شلنا منه ذره هيدروجين. لو اختزلنا الفاتي اسيد هيدينا الدهيد دهني او فاتي الدهيدز اللي بتقابل الفاتي الكحول دي. و لا عشان بس الناس تبقى متخيله، احنا لو معانا دلوقتي فاتي اسيد رمزها ار سلسله هيدروكربون سي او اتش، لو جينا اختزلناها وشلنا منها مجموعه هيدروجين هيدينا الفاتي الدهيد، لو جينا اختزلناه كمان مره هيدينا الفاتي الكحول. تمام. بعد كده بيقول لك ان البروبرتيز دي تو بريزنس اوف دبل بوند، الخصائص اللي ناتجه عن وجود الدبل بوند فيه، زي الخاصيه اللي قلت لك عليها في الاول ان احنا لو ضفنا عليه هيدروجين، ضفنا عليه هيدروجين كل دبل بوند هتتفاعل مع التو مولكيول بتوع الهيدروجين عشان يديك الساتيوريتد فاتي اسيد. لو هو موجوده بالشكل ده مثلا ادي السي والدبل بوند وادي السي وبقى الرابط موجود عادي مفيش مشكله. لو جينا حطينا عليه H2 فال H2 ده عباره عن اتشين، واحده هتروح هنا الدبل بوند دي هتتكسر و H هتمسك هنا و H هتمسك هنا. لو ضفنا عليه برضو ايودين او هالوجينيشن اللي هي عملت هالوجينيشن، يعني لو ضفنا على الانساتوريت فاتي اسيد ايودين هيحصل نفس الكلام اللي حصل مع الهيدروجين. الايودين ثنائي هيتقسم لاثنين، الرابطه الثنائيه دي هتتكسر اهي بقت واحده بس، وكل كل ذره ايودين هتبدا تمسك في ذره كربون. برضو ممكن نضيف عليه اكسجين او نعمل له اكسده، نعمل له اكسجينيشن بسبب وجود الدبل بوند. لو ضفنا عليه لو ضفنا عليه اكسجين اول فاتي اسيد اندر جو اوكسيديشن ان ذا بودي تو جيف انرجي، كل الاحماض الدهنيه في جسمك بنعمل لها اكسده. طب بنعمل لها اكسده ليه؟ عشان نستخرج منها طاقه زي ما قلت لك قبل كده في درس الميتوكوندريا، وزي ما قلت لك في البروكسيزوم ان احنا بنعمل اكسده للونج تشين فاتي اسيد وبنستخرج منها طاقه. بقول لك however the unsaturated fatty acid can undergo auto oxidation، ممكن تتاكسد لوحدها يحصل لها اوتو يعني ذاتي او لوحدها كده من غير اي حاجه، بسبب ان هي الدبل بوند اللي جواها هايلي رياكتيف بتتفاعل مع اي حاجه نشطه جدا. يعني الدبل بوند رياكت ويز اوكسجين تو فورم ذا كورسبوندنج بيروكسيد، الدبل بوند دي بتتفاعل مع الاكسجين عشان تديك البيروكسيد اللي بيقابلها. زي ده مثلا ان ساتوريت فاتي اسيد ادينا له اكسجين، فالاكسجين كسر الرابطه وكون لي البيروكسيد بالشكل ده كده. عارفين طبعا ان الاكسجين ثنائي ما هوش احادي زي الهيدروجين، فالاكسجين لازم يمسك مع اكسجين برابطه ومع الكربون برابطه، وادي هنا ماسك مع الاكسجين برابطه ومع الكربون برابطه الاكسجين ثنائي. بعد كده اخر حاجه في المحاضره، المحاضره دي طولت، الايكوزانويد. الايكوزانويد قلت لك ان هي مواد بتطلع في الالتهاب، هي مواد اشبه بهرمونات او شبه الهرمونات، بتطلع في الموست الماميليان تيشو في معظم الثدييات. بيبقى they are generally active within the cell in which they are produced، غالبا يعني الايكوزانويد دي بتشتغل على الخلايا اللي هي بتفرز منها، فده اسمها اوتوكراين ريجوليشن او ريجوليتور.
محفز ذاتي يعني، او ممكن تشتغل على خليه جنبها اسمها باراكراين او ادجستنت يعني مجاوره ليها. دي ار سينسيتايزد فروم سي 20 بوفا، بتتصنع من الاراكيدونيك اسيد اللي هو سي 20 او البولي انساتيفيت اسيد، عشان كده اسمها ايكوزانويد، ايكوزا يعني 20. ذا سب سكريبت نمبر ان ايكوزانويد نيم انديكيت ذا نمبر اوف دبل بوند ان ذا مولكيول، الرقم اللي موجود في اسم الايكوزانويد بيدل على عدد الدبل بوند اللي موجود. يعني مثلا من ضمن الايكوزانويد حاجه اسمها بروستاجلاندين اي 1، فده فيه دبل بوند واحد، في بروستاجلاندين اي 2 فده فيه 2 دبل بوند، وهكذا. الايكوزانويد بتحتوي انكلود ديفرنت جروب اوف باورفول هرمون لايت مولكيول، تمام لسه المحاضره دي. امثله برضو على الايكوزانويد اللي موجوده في جسمنا، في حاجه اسمها البروستاجلاند اي، البروستاجلاندين اي 2 ده بيتفرز في معظم من معظم الانسجه اللي في جسمك، بيعمل فازو دايليتيشن، بيوسع الاوعيه الدمويه في جسمك، وبيعمل ريلاكسيشن للسموس ماسل. في بروستاجلاندين اف 2 الفا ده موجود في معظم الانسجه برضو عكس اللي فوق، ده بيعمل فازو كونستريكشن، بيضايق الاوعيه الدمويه، وبيعمل سموث ماسل كونتراكشن، بيعمل انقباض للعضلات الوسيطه او العضلات اسمها بالعربي العضلات اللي هي موجوده في جدار الامعاء مثلا والمعده والحاجات دي. في بروستاجلاندين اي 2 ده موجود في الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسلز، في الغشاء اللي محوط البلاد فيسلز من جوه اسمه الاندوثيليوم، بلاد فيسلز اللي هو وعاء دموي يعني. فالاي 2 بيبقى موجود فيه، بيعمل فازو دايليتيشن، بيوسع الاوعيه الدمويه ديت، وبيمنع الصفائح الدمويه ان هي تتجمع، البليتلت يعني اللي هو الصفائح الدمويه بيمنعها ان هي تتجمع عشان ما يتكونش جلطات وكده. في ثرومبوكسين برضو ده موجود في البليتلت، بيعمل فازو كونستريكشن، بيضيق الاوعيه الدمويه، وبيعمل بليتلت اجريجيشن، بيجمع الصفائح. في الليكوتراينز برضو، وهكذا بقى المركبات يا شباب، وما تركزوش على حد يعني، اقرأوهم كده على سريع بتركيز وخلاص، ما هوش حفظ، تاخدوهم في الفورمة بعد كده. ادي الدكتور جاب لكم كام سؤال كده عشان يختبركم بعد المحاضرة، ودي كانت حاجة كويسة عشان تعرفوا الأسئلة بتيجي ازاي. اللي قلت لك ركز عليه هو اللي جه في الأسئلة. قال لك ان اكزامبل اوف هيدروكسيل فاتي اسيد، مثال على هيدروكسيل فاتي اسيد اللي هو سيربرونيك اسيد. واحنا ما عديناش على السلايد دي ولا ايه؟ السلايد دي موجودة هنا بس شكلنا ما عديناش عليها. احنا فوتنا السلايد دي بالغلط. فاحنا قلنا ان بتتقسم الفاتي اسيد حسب النيتشر اوف هيدروكربون اللي موجودة فيها، لساتيوريتد مشبعة ما بتحتويش على دبل بوند، وان ساتوريتد يعني بتحتوي على دبل بوند، ولا في مونو ان ساتوريتد وفي بولو ان ساتوريتد. غير الساتوريتد والان ساتوريتد في برانشد تشين فاتي اسيد، فيها برانشز، فيها تفرعات زي الايزوفاليريك اسيد. وفي حاجه اسمها هيدروكسي فاتي اسيد، يعني فاتي اسيد بتحتوي على مجموعه هيدروكسيل زي السيربرونيك فاتي اسيد اللي هو سالها في اخر المحاضره. ده سلايد احنا عديناها واحنا بنشرح بالغلط. فده السؤال اجابته سيربرونيك اسيد. بيقول لك ان اكزامبل اوف ساتوريتد فاتي اسيد، مثال على الساتوريتد فاتي اسيد هنا، لا مش اللينوليك ولا الاوليك ولا الاراكيدونيك، هو البالميتيك اسيد. لسه قايل لك الامثله ركز عليها. بيقول لك لو الفاتي اسيد از ستراتيفايد ويز الكحول اوف هاي موليكولار ويت انستد اوف جليسترول، ذا ريزلتنج كومباوند از ايه؟ لو احنا عندنا الكحول اللي موجود ما هوش جليسترول، هو حاجه تانية غير الجليسترول. فقلت لك لو الجليسترول هيديك اللي هو النيوترال فات او اويل، لو حاجه تانية غير الجليسترول فهيديك الواكس الشموع. بعد كده بيقول لك الفاتي اسيد اللي بتتصنع في بادي هاز تو بي سبلايد، الفاتي اسيد اللي ما بتتصنعش في جسمك اللي لازم تاخدها في الاكل، هو قصده الاسينشال فاتي اسيد او البولي انساتوريتد فاتي اسيد بشكل تاني، زي ايه من دولي؟ زي اللينولينيك اسيد. بقول لك which of the following is omega 3 fatty acid، ايه من دول الاوميجا 3؟
اللينولينيك ولا اللينوليك ولا الاراكيدونيك ولا الاستريك. تقريبا كان اللينوليك، نتأكد منها برضو، اللي كان اوميجا 3 اهو يا شباب. عيلة الاوميجا 3 كان اللينولينيك، عيلة الاوميجا 6 كانت اللينوليك والاراكيدونيك اسيد. هو السؤال بيقول لك ايه من دول اللي كان تبع عيلة تبع الاوميجا 3، فاللي تبع الاوميجا 3 هو اللينولينيك. بيقول لك فاتي اسيد ار انكلودد ان ذا جروب اوف، الفاتي اسيد ده تبع انهي حاجة من دول؟ تبع الدرايفد ليميت ولا تبع الكونجوجيتد ليميت ولا تبع السيمبل ليميت؟ درايفد الفاتي اسيد تبع الدرايفد ليميت طبعا، ان هي مشتقه من الدهون لما كسرناها. بقول لك نمبر اوف دبل بوند اللي موجوده في الاراكيدونيك اسيد، لسه قايل لك عليها تركز عليها واحنا بنشرحها، هو في 4 دبل بوند. بس دي كانت محاضرتنا النهارده يا شباب، المحاضره تقيله شويه، فيا رب تركزوا كده. ولو المحاضره صعبه عليك من اول مره ممكن تعيدها مره واثنين لحد ما تفهمها كويس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.